لحظة ديال الفرح، لحظة ديال التبيز نعيشها بامتياز، ولحظة تاريخية كنعتبروها في إطار استضافة الأكاديمية ديال نادي الرجاء الرياضي للأبطال ديالنا اللي كيتبعوا مسار في إطار مسار رياضة ودراسة في إطار شراكة مع مؤسسة جون جوريس والأكاديمية ديال نادي الرجاء الرياضي. اليوم كيف ما لاحظتوا في هذا الحفل توجنا مثل من التلاميذ اللي كيدخلوا مع ديك اللائحه ديال 73 تلميذ اللي داخلين في هذا المسار الرياضه والدراسه. النتائج كانت متميزه بفضل المجهودات اللي بذلوها الاطر التربويه من الاساتذه ومؤسسات اطر اداريه بالمؤسسه الشركه، وكذلك الاطر الرياضيه باكاديميه ديال نادي الرجاء الرياضي. بطبيعه الحال هذه التتويج ديال نصف السنه الدراسيه ولا ديال الاسس الاول في المجال التربوي، يوازي كذلك تسويج على المجال الرياضي لانهم متميزين كذلك رياضيا كما اكدوا لنا الاطر الرياضيه ديال الاكاديميه ديال نادي الرجاء الرياضي. وهذا هو الهم ديالنا، لان كنبغيو نعطيو هذاك النموذج ديال صناعه الابطال. راه كيبدا من التاطير البيداغوجي اللازم، التخطيط التربوي اللازم، الاخلاق، وكذلك التاطير الرياضي التقني المحض. اليوم مناسبة ديال توزيع نتائج الدورة الأولى في إطار شراكة اللي كتجمع مجموعة مدارس جون جوريس الدروة بأكاديمية نادي الرجاء البيضاوي. احتفينا بمجموعة ديال التلاميذ المتفوقين دراسيا. هذا المشروع اللي هو مشروع فريد من نوعه على الصعيد الوطني، اللي كيزاوج ما بين الرياضة والدراسة، وتفعيلا للخطب والتوجيهات الملكية اللي بجعل الرياضة قاطرة للتنمية. هاد التجربة هادي من خلالها نادي الرجاء البيضاوي كيتمنى أن يصنع واحد الجيل اللي هو جيل موهوب رياضيا، وفي نفس الوقت يكون جيل مثقف تربويا وتعليميا. الشرف لي نتوج بهاد الجائزة لأعلى نقطة. كنبغي نشكر مؤسسة جون جوريس على المجهودات، وفريق الرجاء الرياضي على المجهودات اللي كيقوم بها. كنبغي نشكر الوالدية اللي تا هما ساهموا في هذا الإنجاز، كيجيبوا لنا أساتذة كيقريونا هنا في الأكاديمي. كنقرا في الأكاديمي، كلشي كنديرو في الأكاديمي، الحمد لله ما ناقصنا، كلشي مزيان. تنشكر نادي الرجاء الرياضي على هذه المبادرة اللي قام بها بشراكة مع مجموعة مدارس جون جوريس برئاسة السي الحاج النعناعي، الحاج ابراهيم النعناعي. هذه مبادرة إلا تزيد تحفز الوليدات للدورة الثانية إن شاء الله، وباش يتزادوا، لأن الله اليوم توجنا أربعة ديال الوليدات. تنتمنى في الدورة الثانية يكونوا إن شاء الله دوبل، وإن شاء الله ولا بالتريبل، باش إن شاء الله الوليدات يمشوا في مسار مزيان. وتنشكر جميع الناس اللي تيتابعوا هاد التلاميذ، وعلى رأسهم السي حسن السنيني والسي حمزة السيري المدير ديال النادي، وتنشكر جميع الإخوان.